وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردوفان مراسلنا محي الدين جبريل. محي الدين، أهلا بك. تطورات ما بعد حادث الأبيض، وهل من معلومات أمنية عن ربما اعتقال بعض الأشخاص كما اتهم المجلس العسكري بأنهم مندسون؟ مساء الخير علاء. بعد قليل ستشيع مدينة الأبيض القتيل السادس الذي توفي مساء أمس متأثرا بجراح أصيب بها في تظاهرة أمس الأول. جثمانه في طريقه إلى المدينة الآن، يعني على مشارف المدينة، ربما يتم التشييع خلال الساعات المقبلة. بصورة عامة، اليوم مدينة الأبيض شهدت هدوءا نسبيا، والحياة بدأت تعود فيها إلى طبيعتها. حتى الآن لم نسمع عن اعتقالات أو توقيف أي أشخاص، ولكن هنالك طبعا لجنة تحقيق شكلها الوالي المكلف هنا في شمال كردفان، قوى إعلان الحرية والتغيير في شمال كردفان، قالت إنها تتحفظ على هذه اللجنة، وقالت إنها ليست معنية بأي شيء يصدر عن أعمال هذه اللجنة، لأنها طالبت الوالي بتشكيل لجنة مشتركة فيها أعضاء من الحرية والتغيير، قانونيون من الحرية والتغيير، وهذا ما لم يعمل به الوالي. أيضا من المنتظر أن تنتهي في هذه الأثناء اجتماعات لوفد المجلس العسكري الأمني، يعني رئيس المسؤول الأمني في المجلس العسكري زار شمال كردفان مساء أمس، وفي هذه الأثناء يمكن ينتظر أن تختتم اجتماعاته مع المسؤولين الأمنيين في الولاية برفقة. شكرا جزيلا لك محي الدين جبريل مراسلنا من مدينة الأبيض في ولاية شمال كردوفان. ونبقى في السودان، ينضم إلينا من العاصمة الخرطوم مراسلنا أحمد العربي. أحمد، أهلا بك. إذن يحث المبعوث الأفريقي الطرفين على التوصل إلى اتفاق، ويتوقع أن ينجز هذا الاتفاق خلال أيام. تفاصيل المشهد. نعم، أهلا بكم. بالفعل الوسيط الإفريقي عبر مؤتمره الصحفي ناشد الأطراف السودانية، سواء كان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، بالانخراط بسرعة في التفاوض في حول الوثيقة الدستورية، وهي تعتبر آخر مراحل التفاوض التي تمهد للانتقال للسلطة الانتقالية المدنية، حيث قال إنه على الأطراف الالتزام بعملية التفاوض، خاصة أن اللجنة الفنية المشتركة بين طرفي التفاوض ما زالت تقوم بعملية حصر وكتابة وصياغة نهائية للوثيقة الدستورية، من ثم تقدم للجان التفاوض. ذكر أيضا أن الوضع الآن لا يستدعي كل هذا التأخير، وأن الوضع الآن لا يحتمل أكثر من هذا التأخير، خاصة في ظل الاحتقان السياسي وظل حالة الفراغ الموجودة في السودان وحالة السيولة التي من شأنها أن تؤتي الكثير جدا من الحوادث كحادثة مدينة الأبيض وغيرها. نعم، أحمد العربي مراسلنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.